أيضاً لو بنتكلم عن التحول نحو الاقتصاد المستدام، في البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة مشروع تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، وأيضاً مشروع إدارة الملوثات. كل هذه المشروعات ليها مستفيدين كبار جد كثر، ليس فقط في المحافظات الكبيرة كالقاهرة والجيزة، ولكن أيضاً في محافظات الدولة بشكل عام. مشروعات عديدة لقطاع البيئة وقطاع التنمية المحلية، الحوكمة الاقتصادية وتحفيز التجارة أيضا بيتمتعوا بشراكات دولية مهمة. تكلمنا عن العنصر البشري في الحكومة المصرية، ده أيضا بيحدث بشكل مستفيض مع شركاء عديدة. هنا بس نموذج أنه كتير من هذه المشروعات اللي اتكلمنا عنها بيقوم بتنفيذها القطاع الخاص، ودي نقطة هامة جدا، ليست فقط الحكومة. حياة كريمة أيضا فيها تدخلات مهمة، هنا بندي بس نموذج لتدخلات بتحصل مع أو شراكة بتحصل مع الأمم المتحدة، أكثر من 400 نشاط، أكثر من 1,400,000 مواطن مصري وفي محافظات عديدة. عندنا أيضا مشروعات تنمية جزيرة سيناء مع الصناديق العربية، 11 مجمع تنموي في شمال سيناء و7 في جنوب سيناء. نقطة هامة، احنا قلنا انه بلاد كتيرة جدا بتحاول تتعامل مع المؤسسات الدولية عشان نقدر نميز شغلنا مع هذه المؤسسات، ويبقى في الأوقات المختلفة نقدر ان احنا نستفيد من الأدوات الخاصة بيهم. عملنا حاجة مهمة جدا سنة 2020، كان ناقص 10 سنين على 2030، الاستحقاقات الخاصة بأهداف الأمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة. عملنا مطابقة للتمويل التنموي مع كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وده موجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، ودشن في الأمم المتحدة، أي حد يقدر يخش كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، عنده خريطة مصر يقدر يعرف القضاء على الفقر، أي شراكة دولية بين مصر وأي شريك من الخارج حصلت فين، اسم المشروع، عدد المستفيدين. ده أعتبر يعني نقطة هامة جدا، وأحد الأدوات اللي أيضا شركائنا مهتمين بيها، لأنه بيبرز هم تدخلاتهم سندت الأهداف الوطنية، ولكن مش فقط الأهداف الوطنية، ولكن كل ده لتحقيق الأهداف الأممية. لو بصينا على أكثر الأهداف التي استحوذت على تمويلات تنموية، بنجد الطاقة الجديدة والمتجددة ب 34 مشروع، بنجد البنية التحتية 36 مشروع، وبنجد المياه النظيفة 43 مشروع. ده تاني متماشي جدا مع اللي قلناه في المؤتمر المناخ في شرم الشيخ، إنه التنمية والمناخ كانوا يد بيد في الفترة الأخيرة. طب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودي أحد أهم الركائز في الفترة دي، ويا ترى إيه العلاقة ما بين دور شركاء التنمية والقطاع الخاص؟ بنجد إن في آليات مباشرة بيقدروا يمولوا المشروعات التنموية الكبرى، بيبقى من خلال استثمار، تسهيلات تجارة خارجية، خدمات استشارية، بيدوا ضمانات للاستثمار وبالتالي بيقللوا التكلفة، في دعم فني واستشارات، خطوط ائتمان، وأيضا تمويل مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص. كل دي أدوات متاحة للقطاع الخاص، وبنجد أنه القطاع الخاص مش بس الشركات الكبيرة اللي بتشتغل مع الدولة في المشروعات الكبيرة، ولكن أيضا مشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. مصر إحنا في الوزارة مع هيئة الاستثمار عندنا شركة مصر لريادة الأعمال، أكثر من 175 شركة نالت هذا الاستثمار، وكثير منهم اشتراهم أو حصل ليهم تخارج، ودي كانت نقطة مهمة جدا. مبادرة شباب بلد، ده جزء من برنامج للأمم المتحدة، ويمكن أطلق في مؤتمر الشباب في يناير 21 نسخة مصرية لبرنامج أممي مهم جدا، دعم قدرات رواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة، ده مع هولندا.
أيضا في بعض التقارير اللي اتكلمت عنها عن بيئة الأعمال مع الشركاء المختلفين، عندنا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الجانب الكوري بيشتغلوا مع وزارات أخرى لصياغة برامج وصياغة إصلاحات خاصة بريادة الأعمال، وطبعا عندنا تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة اللي اتكلمنا عليه. لو بصينا على حزم التمويل